جمعية حي رحمة باش ينظم واحد حفل رمزي بسيط احتفاء بالذكرى 64 لتأسيس الأمن الوطني. اليوم بمناسبة الذكرى 64 لتأسيس الأمن الوطني شاف اتحاد جمعية حي رحمة أنه يدير واحد البادرة رمزية عبارة عن واحد حفل بسيط لتقديم الشكر والامتنان للناس اللي في الصفوف الأمامية واللي هما رجال ديال الأمن الوطني، وهذه المناسبة احنا غادي نحتفلوا بهم باش نقدموا لهم هذه الباقة ديال الورد ونشكرهم ونعبروا لهم على التقدير ديالنا وعلى المحبة ديالنا لأنهم هما في الصفوف الأمامية من أجل الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين واننا نتعاونوا معاهم وحنا راه كنبغيوهم وهما كيبغيونا وهذا وطننا خصنا نتعاونوا عليه جميع. اذا هذه هي الفكره الاساسيه من وراء هذا الحفل الرمزي. هو في الحقيقه كان في بدايه الامر كانت الناس مازال ما استوعبوش، ولكن الحمد لله مع مرور الوقت وان ما تنساوش اننا درنا واحد المجموعه ديال الحملات تحسيسيه تقريبا راه من شهرين هذو حنا خدامين حملات في الصباح في العشيه في تنديروا التعقيم كذلك رفقه السلطه المحليه والناس ديال الامن الوطني والقوات المساعده، وهذا الشيء هذا من بعد يوم الناس استوعبات ما هو ما معنى الحجر الصحي خصوصا عندنا في الاحياء الشعبيه. تعرف ان الثقافه شي شويه مازال ما كاينش ثقافه ديال الالتزام، فبالتالي الحملات المتتاليه وصلنا للساكنه على انها الحل الوحيد باش تحافظ على صحتها ولا الامن الصحي ديالها انها تلتزم بالبيوت ديالها، وفعلا الحمد لله راه كانت الامور اكثر من هكا، ولكن الحمد لله الامور وصلنا ان رفقه السلطه المحليه ورفقه كاع المتدخلين الجمعويين اننا نحدوا من 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 يعني من الخروج ديال المواطنات والمواطنين للشارع، والحمد لله راه هذا الشيء هذا اعطى نتائج ايجابيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.